طاقتك العامة، أنت في طاقة تواصل وكلام كثير، كلام ربما يكون على مواقع التواصل الاجتماعي مع أحد الأشخاص، ربما أنت تتعرف حديثا على أحد الأشخاص عن طريق الإنترنت، أو أنت في طاقة غضب مع أحد الأشخاص، أو ربما تكون تكتب رسائل أو عملك يحتاج إلى التواصل أو الكتابة أو التواصل عن طريق الإنترنت مع أشخاص بعيدين عنك بالمسافة. أنت ترى هذا الشخص بأنه متسرع ومتهور، ربما قد تصرف تصرف معك قد أغضبك وهو غاضب منك أيضا، أو ربما أنت وهذا الشخص تعرفتما على بعض عن طريق الإنترنت وكان بينكما كلام كثير وقد أعجبتما ببعض جدا، وهو الآن في طاقة كبيرة وانجذاب عالي لك وأنت أيضا في طاقة انجذاب عالي بالنسبة له. إذا أعزائي هناك طاقتين، طاقة بأنكما ربما تكونان مرتبطين أو متزوجين وأنتما في طاقة غضب مع بعضكما البعض، وهناك كلام كثير على الإنترنت عن طريق التواصل عن طريق الهاتف، كلام غضب وشجار، أو ربما أنتما في طاقة انجذاب كبير، ربما هذه علاقة جديدة. لنأخذ أعطيكم جميع الاحتمالات وأنتم خذوا ما يناسبكم. إذا كنتما في علاقة جديدة خذوا ما يناسبكم، وإذا كنتما منفصلين أو في ارتباط وحصل بينكما انفصال أو زعل فخذوا ما يناسبكم أيضا. هذه البطاقة تدلنا على أنه على هذه البطاقة تدلنا وكأنه جاء يوم الحساب وكأن هذا يوم القيامة. ربما يكون هذا الشخص يدينك بشكل كبير، يتهمك باتهامات كثيرة، وربما طاقة هذه الطاقة عنده هي طاقة غضب كبير منك وأنت تراه هكذا بأنه غاضب منك، أو بأنه هناك تواصل كبير مع هذا الشخص، تواصل عالي جدا، تواصل روحي عالي جدا، وأنت وهذا الشخص يشعر بأنه يعرفك من حياة سابقة. كما قلت هذه طاقتين. هذا الشخص ربما يكون عنده استقرار مادي، بخيل بعض الشيء، متمسك بماديته كثيرا، عنيد، غيور، ربما يكون مرتبط ومتزوج، أو ربما أنتما في زواج مع بعضكما الآن وحصل بينكما كلام، ربما كنت أنت في بلد وهو في بلد وحصل بينكما تواصل عن طريق الإنترنت وحصل بينكما غضب شديد، أو ربما هذه قلت علاقة جديدة تعرفتما على بعض عن طريق الإنترنت وحصل بينكما تواصل وانجذاب عالي جدا وكأنه من حياة سابقة، ولكن هذا الشخص الذي تعرفت عليه هو متزوج ولكن في حياته خلافات عائلية. إذن هذه طاقتين. طاقتك لهذه القراءة، ربما أنت تعيش هذه الفترة في نجاحات وانتصارات، ربما أنت في الجامعة أو الدراسة وقد حصلت على شهادة وقد تفوقت وقد نجحت، وأنت تعيش أفراح مع أصدقائك وتعيش حياتك في هذه الفترة، أو ربما أنت تعيش في علاقة ثلاثية، ربما هذا الشخص الذي ظهرت لنا طاقته في الطاقة العامة، ربما ترى بأن هذا الشخص مرتبط أو متزوج من أحد غيرك، وأنت أعجبت بهذا الشخص كثيرا وأنت في طاقة إعجاب وانجذاب عالي جدا أنت وهو، وأنتما تعرفتما على بعض وتعيشان حياة جميلة هذه الفترة، وتعيشان
تمرحان وتذهبان في نزهات مع بعضكما. أو ربما إذا كنت في علاقة، في أنت متزوج وبينك وبين زوجتك أو بينك وبين حبيبك انفصال أو غضب، فأنت في هذه الفترة تعيش حياتك كما تبغى وتريد، وأنت في علاقة ثلاثية، وهذا يظهر لنا هنا. الحبيب قلبه جدا طيب وهو متسامح، ويقدم لك إذا كان قد أخطأ في حقك يقدم لك الاعتذار، وهو يريد أن يقدم لك عرضا ماديا أو عرضا بالحب والإعجاب والمسامحة والمصالحة إذا كان قد أساء فهمك أو أسأت فهمه، يريد أن تكونان مع بعضكما. وكما ظهرت لي في الطاقة العامة أيضا، لأن هذا الشخص هو إنسان جدا متسرع وكلام وغضوب، لكنه جدا قلبه طيب ومتسامح. احتمال بأنه قد ظهر منه كلام أغضبك وحصل بينكما شجار، ولكن هذا الشخص يريد أن يقدم لك المسامحة من جديد والاعتذار. مشاعرك باتجاه الحبيب، أنت تشعر بانجذاب عالي جدا بالنسبة لهذا الشخص، انجذاب روحي وجسدي، وأنت معجب به لدرجة عالية، وأنت تعرف بأن هناك في حياته أشخاص كثيرون يتمنون أن يتكلموا مع هذا الشخص، فهو في مكانة جيدة وفي حالة مادية جيدة. مشاعر الحبيب بالنسبة لك، هو يشعر بأنك غاضب منه ولا تريد أن تأخذ أو تقبل منه كأس الحب والاعتذار من جديد، فأنت متباعد عنه ورافض لأي مشاعر إنسانية بينك وبينه. هو هكذا يشعر ويراك أنت إنسان متوازن جدا، متوازن في حياتك، تحب العدل والمساواة ولا تحب أنصاف الحلول، تحب دائما أن تكون أنت الصح ولا تفعل إلا الصح، وأنت إنسان جدا مجتهد في حياتك وتعرف كيف تكسب مالا وتعرف كيف تعيش في حياتك. نوايا الحبيب في هذه الفترة، هو يريد أن يتواصل معك روحيا فقط، هو يريد الابتعاد قليلا عنك لعله يجد طريقا أو حلا لهذه المشاكل إذا كانت بينكما مشاكل أو اختلافات، ربما كانت اختلافات كبيرة كما قلت، ربما كانت في البلاد، ربما أنت من بلد وهو من بلد الحبيب، وهو لا يقدر على أن يكون معك في هذه الفترة، فهو في هذه الفترة القادمة يريد التباعد قليلا لعله يجد حلا، أو إذا كنتما في علاقة ثلاثية يحاول أن يجد حلا لهذه العلاقة، ربما يحسن اختيار أو يقدر على الاختيار في جلسة، في وقفة مع النفس ربما، والرجوع إلى روحه الداخلية لعله يجد الحل الصحيح. إذن هو ينوي في هذه الفترة على الابتعاد قليلا والتكتم على أسراره وعلى خططه المستقبلية. هو خطته المستقبلية يريد أن يكون صامت في هذه الفترة، لا يظهر أي مشاعر حب بالنسبة لك، لعله يجد أيضا بأنك أنت ربما يجد يرى بأنك أنت قد رفضت كأس الحب وأنت نهيت العلاقة، وهكذا يشعر، فهو كرامته عالية ولا يريد، وقدم لك قدم لك الاعتذار والمحبة وأنت رفضت هذا الاعتذار، وهو يريد أن يبتعد قليلا عنك لعلك ترجع عن قرارك. هو ربما يكون في علاقة كما قلت، علاقة متزوج أو لا يقدر أن يكون معك في هذه الفترة،
وهو يريد الابتعاد قليلا والجلوس مع نفسه، الاهتمام بنجاحاته وطموحاته، الاهتمام بأعماله، التواصل بالروح معك فقط، ويحاول أن يختار. هو يجد نفسه في مأزق بين شخصين، في موقف صعب بين اختيارين، ربما مع زوجته أو صديقته أو حبيبته ومعك، فهو في موقف لا يستطيع الخروج منه إلا بالتفكير العميق والهدوء والتصرف بحكمة. مصير هذه العلاقة هو الترقب والانتظار في هذه الفترة. هو سيحاول أن يستطلع عن أخبارك من بعيد لبعيد، عن طريق أحد الأصدقاء أو عن طريق السوشيال ميديا، وهو لن يبتعد عنك روحيا، بل سيراقبك جدا، لأنه هو معجب بك ويريد أن يكون معك، ولكنه في هذه الفترة هو يريد الابتعاد قليلا. النصيحة لهذه القراءة تقول لك أن تكون متوازن بين عقلك وقلبك، وأن تهتم بالماديات، تهتم بتوازنك المادي واتزانك الروحي والمادي أيضا. ربما أنت تنفق في هذه الفترة مصاريف كثيرة، وهذه البطاقة تقول لك حافظ على أموالك ولا تنفقها إلا على أشياء تستحق ذلك. ربما أنت في هذه الفترة كما قلت تنفق أموال كثيرة، وهذه البطاقة ربما أنتما في علاقة زواج، وهذه الأشياء التي جعلتكما في خصام بينك وبينه هي أشياء مادية، فأنت عليك أن تحافظ على أموالك ولا تنفقها إلا على أشياء تستحق.